في أول أيام رمضان لم يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي أي نية للوصول إلى هدنة. نتنياهو أعاد ترديد أهدافه وقال إنه يتعين على قواته تدمير حركة حماس المتبقية برفح لمنعها من إعادة تشكيل نفسها للسيطرة على قطاع غزة وفق تعبيره. وقال نتنياهو إن إسرائيل قتلت الشخص الرابع في حركة حماس، لافتاً أن الرجل الأول والثاني والثالث سيأتي وقتهم، في حين لم يشر إلى هوياتهم طبعاً. لكن القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مسؤولين تساؤلات عما يقصده نتنياهو بالرقم 4 في حماس. ويأتي ذلك بعدما قال إعلام إسرائيلي إن الجيش شن قصفاً جوياً استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مدعياً ورود معلومات استخبارية بشأن وجود نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى. نحن في طريقنا إلى النصر المطلق، وفي طريقنا إلى هذا النصر قضينا على الرقم 4 في حماس، الثالث والثاني والأول في الطريق، سنصل إلى الجميع. وفي الأمم المتحدة دعا الأمين العام إلى هدنة في غزة خلال شهر رمضان وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس وإزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات إلى قطاع غزة. رغم بدء شهر رمضان يستمر القتل والقصف وسفك الدماء في غزة، وفي الوقت نفسه وبروح الرحمة الرمضانية أدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن فورا. العالم يراقب والتاريخ يراقب، لا يمكننا أن نغض البصر عما يحدث، وعلينا أن نعمل على تجنب حدوث المزيد من الوفيات التي يمكن تجنبها. وبينما يصر نتنياهو على عمليته في رفح، تنكمش من تحت قدميه أرضية الدعم، آخرها انتقادات بايدن الأخيرة لأدائه وسياساته. لكن الرجل مشاهدين رفض ما جاء على لسان الرئيس الأمريكي معتبرا أن جو بايدن مخطئ. بايدن مخطئ. أولاً، هذه ليست سياساتي الخاصة، وسياساتي تدعمها الغالبية العظمى من الإسرائيليين. يساندون سياسة تدمير ما تبقى من وحدات حماس الإرهابية، ويقولون أن آخر شيء نريده هو حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، السلطة الفلسطينية التي تعلم الأطفال الإرهاب والتي تمول الإرهاب. الكل يسعى للهدنة مشاهدينا، مع وضع عين على اليوم التالي للحرب. السلطة الفلسطينية طالبت حماس بتسليم زمام السيطرة على قطاع غزة لمنظمة التحرير الفلسطينية لكونها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. المطلوب الآن من حماس تحديدا أن تسلم كل مسؤول مقاليد الأمور في قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. كفى 17 عاماً من الانقسام الذي تسببت به حركة حماس مع الأسف الشديد، ونحن الآن في وضع كارثي نتيجة هذا الانقلاب وذلك الانقسام. ولذلك المطلوب الآن أن تنضوي كل المناطق الفلسطينية بما في ذلك قطاع غزة تحت مسؤولية واحدة وتحت حكومة واحدة وتحت مظلة واحدة، وهذا هو الأمر الطبيعي. نحن بلد واحد وشعب واحد وقضية واحدة،